هي الواحد اللي با دي بيزي سو با كي دي بيزي كون تي في سي سي با كوم لوروب. واحد يحس راسو يغني للجاليه اللي في العايشه في المغرب في الغربه. واحد كيعاود يولي هنا المغرب يشوف يشم ريحته وكيشوف هذا التفخر يعني والشباب المحبوبين كذلك ثاني الجمهور في كل بقعه مشيت انا في المغرب يعني الجمهور كان حاضر معايا الجمهور يغني في بلاصتي. بعد 45 يوما من الفقرات الثقافيه والفنيه والرياضيه يسدل الستار إذن على الدورة الثالثة للمهرجان الصيفي لعمل تسخير تمارا ليضرب موعدا السنة المقبلة.